عليكم جميعا، كيف الحال؟ معكم منار من قناة ميدساي شانل. اليوم ان شاء الله بدنا نرسم بالمائي. زي ما انتم شايفين هاي بديت ارسم بالمائي. هاي البنت الكيوت لقيتها وانا قاعدة بتصفح على البنترست، فلقيت صورتها وعجبتني وحبيت ارسمها. في بعضكم بعتقد انه الرسم بعض الاحيان بيكون من طريق المخيلة او الرسام ما بيستعمل فيه صور، بالعكس الرسام كتير بيستعمل صور او أمور بإمكانه يشوفها عشان يطلع الرسمة حلوة. فكنت قاعدة بدور على البنترست وعجبتني هاي البنت وحبيت أرسمها. فيا جماعة، صحيح بما أني قاعدة بحاول أرسم ناس يعني، فحابة أنكم تبعتولي صوركم على صفحتنا على الفيسبوك. ايوه، بعتولي صفحة على الفيسبوك إذا حابين أنا أرسمكم. إذا حابين ملاك ترسمكم بعتولي على صفحتها، ابعتوا على صفحتها اللي هي ملاك على الفيسبوك برضو. حنترك تحت في الديسكريبشن الروابط بتاعت الفيسبوك يعني اللي حابب. طبعا أنا رسمي لساته مبتدئ، فيعني اللي حيبعت لي صورته الله يعينه على اللي حيجي. أما اللي حيبعت صورته لملاك ف ملاك هي قاعدة قدامي قاعدة بتلطم بتقولي لا يا منار انت هيك ورطيني. المهم اللي حابب يعني ملاك ترسم او الحاب انا ارسمه يبعث لنا صور بتاعتهم على شو اسمه على الفيسبوك، اذا يعني ما عنده مانع انه نصور فيديو عنه واحنا قاعدين نرسم الصورة. اذا برضو حابين تبعتوا صورة ابعتوا لنا هيك كلمة بسيطة نكتبها تحت الصورة، او يعني هيك اذا حابين برضو تبعتوها لحدا الفيديو بعدين زي هدية او اشي يكون في تحته هيك جملة بسيطة نكتب له اياها. هانا الرسمة وانا قاعد برسم شوي كان صعب اني اجيب الملامح بالضبط. زي ما انتم شايفين فيش كتير شبه بين الرسمة الاساسية والرسمة اللي انا قاعد برسمها، لاني شوي لساتني في البدايات. بس ان شاء الله ان شاء الله انا ححاول اني اشتغل على هاي النقطة اني اقدر اجيب الملامح بدون ما اتعب كتير، يعني لا حتعب يعني عموما هيك انا قاعد بتدرب بس اني اقدر اجيبهم بسرعة. في الغالب انا بحب هذا الستايل انه يكون في حوالين البنت هيك زي زهور وحاجات هيك، او حوالين الرسم عموما، ويكون في تحت زي جملة هيك بسيطة يعني هيك بيكون في لها هيك رونق جميل. يعني مش عارفة اذا اللي بيحب هذا الستايل برضو يكتب لي تحت في الكومنت، يعني حاب اقرا كثير كومنتاتكم. واللي برضو حابب يرجع يرسم نفس الرسم راح احط رابط تحت للرسم اللي جبتها منه، يعني الصورة اللي جبتها من البنترست. اللي حابب برضو يرسل لي اياها ويبعث لي اياها في الفيديو الجاي ان شاء الله بنشرها، ما عندي مشكلة. وحنشر اسمه برضو، يعني ابدعوا يا جماعة ورونا ابداعكم. كتبتها تحت هي حكمة كورية بتقول في نهاية المشقة تأتي السعادة، عجبتني هيك وحبيت أكتبها تحت. يا جماعة هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو ولا تنسوا تشتركوا في القناة. شوفكم الفيديو الجاي، سلام.